المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة وديلي دائما الهام شانيل يسبا. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي التمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي دائما الهام شانيل. لو فيديو ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بالتخلص من البواسير الخارجيه. بالنسبه لهاد الغسيل هادي صراحه طلبتوها مني بكثره، بزاف السيدات كيتشكاو بخصوص هذا الموضوع في لي ميساج اون بريفي في الانستغرام ديالي وسي سناب شات وسي لا باج اوفيسيال فيسبوك، فقلت بوركو با ما نهضرش لكم على البواسير ويعني وصفه اللي تخلصكم من البواسير، لانه كتكون صراحه خلقه لنا مشكل في حياتنا اليوميه وهذا المشكل هذا صعيب شويه. فكنتمنى تعجبكم هذه الوصفه، هي بثلاثة ديال المكونات اللي ان شاء الله كل سيده جربتها غادي تخلص منهم. نتمنى تعجبكم، الى عجبتكم ما تنساوناش بارطاج شير او تشاركوا الوصفه مع الحبيبات والصديقات ديالكم باش ان شاء الله تعم الفائده للجميع. وبالنسبه لهذه الوصفه ان شاء الله النتيجه تبان لكم من اول يوم، يعني منذ الاستعمال الاول او من الاستعمال الاول. الى عجبتكم ما تنساوش كما قلت لكم تشاركوها مع الحبيبات والصديقات ديالكم باش تعم الفائده للجميع. ايضا تعملوا بيك لايك لهذا الفيديو وتشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف او في الديسكريبشن بوكس او في لا بار دافو. ايضا ما تنساوناش بالنتيجه او النتائج ديالكم بعد تجربتكم لهذه الوصفه، مني تجربوها خليو لينا كيفاش جاتكم الوصفه، واش عجبتكم ولا لا، يوسي واش توتات معكم ولا لا. وعلى بركه الله نمشي واش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، ومن بعد نمشيو لطريقه التحضير، ومن بعد نمشيو لطريقه الاستعمال كيف ما مولفكم اكيد. فاول مكون غادي نحتاجوا ليه في هذه الوصفه اللي هو البصل. بالنسبة للبصل راه عنده خصائص ومزايا متعددة في التخلص من البواسير الخارجية، كنصحكم به هو بشدة. ممكن تبحثوا عليه أكثر سوغ انترنت، يعني الفوائد ديالو لا تعد ولا تحصى البنات، كنصح به هو بشدة. يعني بزاف السيدات المقربين من العائلة ديالي كيستعملوا البصل للبواسير الخارجية ولقاو عليه نتائج مرضية، يعني منذ الاستعمال الأول كتبان النتيجة. فهنا خديت بصلة وحدة، قطعت هذه مغصو صغار، من بعد وضعتها في المولينكس وصبحت لي بهذا الشكل هذا كما هو موضح او كما كيبان لكم. بالنسبه يعني هنا طحنت غير بصله وحده، عطاتني تبارك الله هذه الكميه هذه اللي كافيه لجوج ديال الاشخاص حتى لثلاثه. وبالنسبه لثاني مكون معنا في هذه الوصفه اللي هو زيت الزيتون، بالنسبه لزيت الزيتون فكيجي بهذا الشكل تقريبا. خديت واحد الكميه ديال 3 ديال المعالق، وبالنسبة لآخر مكون معنا في هذه الوصفة اللي هو الخل العادي اللي كيجي بهذا الشكل هذا. فهادو هما ثلاثة ديال المكونات البنات اللي معنا في هذه الوصفة هذه، غادي نعاودهم لثاني مرة. بالنسبة لهاد الوصفة باش نتخلصوا من البواسير الخارجية غادي نحتاجوا الى البصل المحكوك، يعني كتاخذوا بصله او جوج ديال البصلات كتغسلوهم مزيان، من بعد كتعملوهم في الخلاط الكهربائي في المولينكس في الطحانه، من ورا ما كيطحنوا كيولوا بهذا الشكل هذا، يعني كيطحنوا مزيان. ملي كنطحنوهم كنضيفوا لهم زيت الزيتون والخل العادي. فهادو هما ثلاثه المكونات اللي معنا في هذه الوصفه هذه. على بركة الله بعد ما تعرفنا على المكونات ندوزوا الآن لطريقة التحضير وطريقة الاستعمال.
بسم الله. فهنا تقريبا وضعت جوج المعالق ديال الخل العادي، بالنسبة لزيت الزيتون راه عنده حتى هو مزايا وفوائد لا تعد ولا تحصى، بخصوص تخلص من البواسير الخارجية. بعد ما كنخلطوا الوصفه ديالنا مزيان بهذا الشكل كما كتلاحظوا، يعني داك الزيت خاصو يتجانس لينا مع البصله، وايضا داك الخل حتى هو خاصو يتجانس مع البصله ديالنا، يعني كل المكونات يتجانسوا مع بعضهم مزيان باش نحصلوا على خليط متجانس والمفعول ديالو 100% يعني يكون افيكاس لهاد الوصفه. بعد ما كنخلطوا الوصفه مزيان كنجيبوا واحد الورق، اي ورق متوفر عندنا في البيت، كنعملوا فيه هاد الوصفه بهذا الشكل هذا، كما كتشاهدوا وكنوضعوه على المنطقه الخارجيه للبواسير، ومن وراها كنبداو نفركو المنطقه مزيان واحد المده ديال 15 دقيقه، ومن وراها غادي تكتشفوا النتيجه بالانفس ديالكم. وصفه سحريه بامتياز البنات، فقط جربوها وردوا علينا في لي كومونتير، فنحن دائما في انتظار تعليقاتكم الرائعه والجميله اكيد. وهاد الوصفه ما تنساوش انكم تبارطاجيوها ولا تعملوا ليها شير مع الحبيبات والصديقات ديالكم، لانه راها غزاله مضمونه ومجربه، ومن الاستعمال الاول ان شاء الله غادي تبان لكم الفرق وغادي يبان لكم النتيجه السحريه. فقط كما قلت لكم تاخذوا ورق يكون عندكم متوفر في المنزل، تعملوا فيه الوصفه الكونتيتي اللي تكفيكم، ومن بعد تبداو تعملوا واحد العمليه ديال المساج خفيفه ظريفه المده ديالها 15 دقيقه للبواسير الخارجيه، وتكتشفوا النتيجه بالانفس ديالكم. يعني وصفه
كتاب من سحرية، جربوها وردوا علينا في الكومنتار، وانا بدوري نشكركم على حسن المتابعة، واي فيديو اكيد طلبتوا على راسي وعيني نقدمه في القناة، اي وصفة اكيد. وشكرا لكم ونشوفكم ان شاء الله في لبخوشين فيديو. ما تنسوناش باللايك، تشاركوا في القناة، ضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقول لكم نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب. خليت لكم الراحة هنا، والسلام عليكم حتى الفيديو الجديد ان شاء الله.